عن ليلى مراد. طبعا يعني خلونا نتكلم النهارده وسط الهيصه اللي احنا عايشين فيها ان احنا نحتفل بعيد ميلاد فنانه كبيره. الفنانه دي لسه عايشه معانا بفنها وصوتها الملائكي الجميل. ليلى مراد اطلت على الجمهور بابتسامتها الخجوله وصوتها الساحر، ملامح رقيقه، براءه طبيعيه، فضلت معانا لحد النهارده. الفنانة الكبيرة ليلى مراد اللي اتولدت زي النهاردة في 17 فبراير سنة 1918، وفضلت ليلى مراد طول حياتها أحسن سفيرة للحب يمكن لغاية النهاردة. صوت ليلى مراد بيصلح لكل مكان وزمان، لأنها أغاني ليلى مراد بتصدر للجمهور السعادة والبهجة والحب. الله عليها. طبعا يا رشا، طبعا يعني كمان عايزه اقول انه ليلى مراد اتولدت في بيت فني جدا. والدها هو المطرب والفنان زكي مراد، واللي كان بيجتمع في بيته كتير من الفنانين. كانت ودن ليلى مراد بتسمع كل ليله طرب ولحن وموسيقى وكلمات وكل حاجه بتخص الوسط الفني. وكمان من ضمن الحضور رياض السنباطي والاصبجي وزكريا احمد ومحمد عبد الوهاب احيانا. كانت ليلى مراد في الجو المميز ده كل يوم، لكنها عمرها فكرت ان هي ممكن في يوم من الايام ان هي تصبح مطربه. فعلا يعني خليني اقول لك يا فرح ان رحله قيثاره الغناء العربي، قيثاره يعني كمانجا، وهي صوتها فعلا زي كمانجا، يعني في التونات بتاعتها زي كمانجا. ليلى مراد زرعت جوانا ارق المشاعر، سواء بقى انا بتكلم على اغاني، افلامها الرومانسيه. بدأت ليلى مراد لما أصحاب والدها سألوها عن الأغنية اللي تحب إنها تغنيها، فغنت في وجود أصدقاء والدها يا جارة الوادي ويا ما بنيت قصر الأماني. الجميع اندهش لأن الأغاني دي صعبة، صعبة الأدوار، وأداها فنان عظيم وكبير الفنان محمد عبد الوهاب، وكانت دي البداية لليلى مراد. عايزه اقول كمان يا رشا انه ليلى مراد قدمت 27 فيلم و1200 اغنيه، وصل اجرها في الفتره دي ل 12000 جنيه، ده كان ساعتها تقريبا نص ميزانيه اي فيلم. وفي عز مجدها اختارت ان هي تعتزل الفن سنه 1955 وهي عندها 37 سنه بس، عشان تقدر تتفرغ لحياتها الشخصيه وتربيه اولادها، وعشان كمان تحتفظ عند جمهورها بصورتها الجميله اللي اخذناها عنها. وفعلا فضلت منعزله عن العالم الفن والشهرة لغاية وفاتها في 21 نوفمبر سنة 1995. وزي ما عملت أفلام ليلى بنت الفقراء وليلى بنت الأغنياء، فضلت في وجنان جمهورها ليلى قيثارة الغناء العربي. أنا على فكرة بحب الأغاني دي، الأفلام دي جدا طبعا، يعني أنا بقعد أتفرج ليلى بنت المدارس بقى وليلى بنت عمرك ما تزهقي منها، يعني مهما اتعادت واتفرجت عليها فهي كمان الأغاني اللي موجودة في الأفلام دي جميلة. وغزل البنات يا مع نجيب الريحاني، يا على ده فيلم جميل ورائع حقيقي. يعني فليلى مراد فنانة عظيمة عايشة معانا لغاية دلوقتي، وهو ده الطرب الشرقي الأصيل طبعًا الجميل طبعًا اللي احنا بنستمتع بيه.